منه لرب شكرا. شاول شاول دمبه على جنبه اللي ما بيسمع بشار. مساء الخير لكل متابعين برنامج سو شو. بنأمل دائما انه نقدم كل ما هو مميز ويترك بصمه في اذهانكم بالشكل الايجابي. ضيف حلقتنا لليوم من الايقونات الاردنيه ومن اسماء الصف الاول في عالم الفن، مس بصوته الآثر والأصيل قلوب الملايين في الأردن والخليج العربي بشكل واسع جداً بفضل ذخيرته المتنوعة. غنى عدة ألوان منها الوطني والمصري اللبناني والخليجي، قدر يحافظ على اسمه كرقم صعب في خدم تقلبات الفن. ما رح أطول عليكم، رحبوا معي بضيفي الفنان المتألق بشار السرحان. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا لك هاجر، وشكرا لبرنامجك الطيب، وشكرا لكل القائمين على البرنامج، وشكرا لمنصات اليوم اللي أعطتنا الفرصة أني أكون متواجد معاكم. إن شاء الله يا رب تتكرر مثل هذا الفرصة في الأيام الجاية وفي أعمال قادمة إن شاء الله تنال إعجابكم. آمين آمين يا رب العالمين. أنا ما رح أسألك السؤال وين سر الغياب، أنا كتير بعرف عنك. تمام. اليوم حيكون حوارنا هيك عفوي مع المتابعين، خصوصا إحنا اليوم على السوشيال ميديا. بشار بدي أبلش معك بالسوشيال ميديا. تمام. أنت كتير مقل بالسوشيال ميديا، هلأ مش بالإعلام، بالسوشيال ميديا ما بلاقي لك أي تفاعل مع الجمهور، شو السبب؟ هو ما في سبب للأمانة. أيه. هو كان البعد شوي سوشيال ميديا، خلينا نحكي إنه لظروف خاصة، لظروف عامة في حياتي أنا بعيشها، أحيان الغياب يبرر بانتقاء مثلا أكيد للأغاني، للكلام، للحن، للمطربين، بالتواصل مع الشركات، مع الجهات اللي ممكن تقدم لي أنا خطوة دائما لقدام. الآن إحنا في عنا ترتيب أنا وأكثر من حد معاي بنشتغل على موضوع السوشيال ميديا، أن نكون معي ناس معنيين وناس أيوة. يكونوا هم خلينا نحكي الأكتف على السوشيال ميديا، وإن شاء الله يا رب خلال الأيام الجاية إن شاء الله رح نعمل خلينا نحكي الخطوة الأولى في السوشيال ميديا، وان شاء الله يا رب حتلاقوا ان شاء الله بشار رح يكون اكتف اكثر على السوشيال ميديا ان شاء الله باذن رب العالمين. انا بعرف شخصيتك كثير منيح بشار، يعني من المعرفه اللي بيننا والصداقه اللي بيننا أكيد. من زمان أكيد. انت حدا ما بتحب حدا يعرف عنك حياتك الشخصيه كثير، وهذا الشيء انا بحترمه فيك صدقا. انت مش دائما مطل يلا انا عملت انا سويت، لا انت عم تطلع بشيء بتهز العالم، هز اسم صعب مثل ما انا حكيت بالمقدمة، اسم كتير صعب، لكن كل ما بتطلع بتفجر بشار. هل هي توفيق من رب العالمين في الاخر؟ العالمين. الحمد لله. يعني احنا بالفترة الاخيرة انا كان اخر نشاط لي بالفترة الاخيرة كان مناسبة زواج صحيح. ولي العهد الامير حسين، ومن ضمن كان من ضمن هذه المناسبة كان عندي عمل مع النجم الأردني عمر عبد الله بأغنية هلا هلا على بلدنا. مزبوط. وعندي هلا أكثر من عمل أنا على الصعيد المحلي خلينا نحكي مع أكثر من فنان أردني، وعلى الصعيد العربي من أكثر من فنان عربي أكيد. بالإضافة في لي أعمال عاطفية وأعمال وطنية بجهز فيها وبرتب فيها خلال الفترة هذه، وإن شاء الله راح تشوف النور خلال الفترة المقبلة بإذن رب العالمين. طب غششنا شيء لمنصات هيك حصر. هلا في عندي عمل من الفنانين الأردنيين اللي أنا بحبهم كثير، في عمل لتوفيق الدلو، في عمل صديقي لرامي شفيق، في عمل لحمد المنصير، في عمل لسعد، في عمل لحسين، يعني أكثر من فنان، وعلى المستوى العربي كثير في نجوم، بس الأقرب خلينا أيوة. نحكي الأقرب وليد يعني الشامي، راشد المانجي، يعني هلا الأقرب في الفنان العراقي نور الزين. حلو. بنعمل عمل وإن شاء الله راح يكون ديو خلال حلو. خلال الفترة القادمة، بالإضافة أنا بجهز أكثر من عمل عاطفي ووطني إن شاء الله خلال الفترة الجاية. يعني دائما بتتحفنا بصوتك، عندك خامة كتير مميزة، وبشار بلش من كتير صغير، مش من هلا، مش بس بالغنى، برضه بالعود، وانتقلت للجيتار فتره صحيح. وتلحين، يعني هذا الشيء مش سهل، واغانيك دائما بصمه ما بتنتسى.
ما بتنتسى ابدا، يعني شو ما حاول يطلع خضم هال بنسمعه بشار هو ذا نمبر 1. لا هي الافكار دائما، الافكار هي الافكار. انا دائما بحكي الاغنيه عباره عن فكره، اوكي، انه انت كيف دائما تقدم الفكره، انت بتطلع الفكره كيف تشتغل عليها. احنا دائما يعني جوزنا بقعد فترة بنتقي الكلام اللي ممكن يتماشى مع الناس واللي يكون بعيد دائما على اللي انطرق يعني بالفترة الماضية. فاحنا دائما شغالين على الفكرة، على الكلمة الجديدة، على اللحن الجديد، على التوزيع الجديد، حتى لو كان ضمن الإطار المحلي، خلينا نحكي ضمن معايير الأغنية الأردنية الوطنية العاطفية، بس لا بنشتغل دائما بنشوف انه وين ممكن احنا يكون في عندنا تركيبه جديده بالنسبه للفكره، للكلام، لللحن، للتوزيع. ودائما بحس هذا الشيء عندك من زمان بشار، يعني بشوفك لما بتصفن بالاغنيه وقد ايه بتعطيها حقها وقد ايه بترجع بتعيد الكلمات، قد ايه بتصفن باللحن وانت بتشتغل على الاغنيه قبل ما تطلع حتى للجمهور. فهذا دائما عندك، يعني معروف عنك حرصك الشديد جدا. الحمد لله. أيوة، أنه تطلع بفكرة مميزة مختلفة عن الكل تماما، يعني هذا هو بشار. يعني أنا ما حرجع عايز اللي حكيته يعني، بس هو دائما إحنا ما حكيت لك، إحنا بنشتغل دائما أول شيء دائما على إطار الفكرة، أنه نطلع بالفكرة إيش ممكن يكون مضمون الأغنية، بعدين نشتغل ننتقي على الكلام اللي ممكن يتماشى، أو خلينا نحكي اللي يكون ترند مثلا عند الصغير قبل الكبير. وبنشتغل على التوزيع، بنشتغل على شكل الاغنيه، على شكل التوزيع، والتوفيق من رب العالمين في الاخر. يعني أكيد. الله لكل مجتهد نصيب. يا رب، ما شاء الله عليك يا بشار. حنكون احنا هلا بفاصل بشار، واكيد رح نكمل معك الحوار. متابعينا الكرام، رح نكون معكم بفاصل وراجعين. رجعنا معكم متابعينا الكرام، واكيد مكملين حوارنا مع الضيف الفنان المتألق والرائع جدا بشار السرحان. بشار، بدي اسال سؤال، ليه معظم الفنانين الاردنيين تحديدا خلينا نقول ما عندهم الجرأه ليطلعوا بلون غير الوطني؟ ما من زمان، مش من هلا، انت يعني تخطيت كثير حدود وعملت شيء كثير حلو، بس الفنان الاردني بشكل عام ما زال تحت الاغنيه الوطنيه، ليه برايك كفنان؟ ما بعرف، انا ممكن احكيها لسببين دائما، يعني مع احترامي ما حد يزعل مني، هلا ممكن الخوف. اوكي. ممكن يكون هو خلينا نحكي اللون الوطني ابسط. اوكي، انه للطرح، خلينا نحكي ابسط للطرح. هاي معلومه ثانيه كثير قوية. الشق الثاني ممكن يكون الميزانيه. اوكي، لانه ميزانيه الاغنيه الاردنيه الوطنية. أيوة. بتكون اقل تكلفه من الاغنيه العاطفيه. ليه؟ لانه انت اليوم اذا بدك تدخل في عمل وطني هو معروف شو التوابع اللي ممكن تقدم فيها الاغنيه الاردنيه. أكيد. الوطنيه. أيوة. الاردنيه او الوطنيه، خلينا نحكي الاستوديو محلي، الكلام محلي، اللحن محلي، الكورال محلي، الموزع محلي. اما الان انت اذا بدك تشتغل اغنيه عاطفيه، انت بدك وتكون مثلا تنافس، لانه انت اليوم ما حد قدم اغنيه عاطفيه ما تنافس عادي. ايوه فانت صار. اليوم بدك تنافس، بدك تجتهد، وبدك بدها صرف طبعا، بدك استوديو خارج الاردن، بدك تنتقي شاعر بروف خلينا نحكي يعني بروفيشنال على مستوى الوطن العربي، كملحن، كموزع، حتى كتسويق الأغنية. دائما الأردنية بتسوق حالها لحالها.
مزبوط. إذاعاتنا ما بيقصروا، تلفزيوننا ما بيقصر، الداعمين في السوشيال ميديا بيقدموا دائما الأغنية المحلية. هلا كأغنية عاطفية لا بالعكس راح يكون لها أسس العاطفة دائما وتواضع ثاني غالية الثمن طبعا طبعا. بس أنا بعرف كمان بشار أنك أنت صرفت كمان من جيبك الشخصي على شغلك هلا في البدايات صحيح. أيوة ما أصدر. ولسه لحد الآن بس يعني هلا الآن جزء، لأنه ليه أنت لما بتوصل لمرحلة بيكون خلينا نحكي أنت بتحمل الجزء الثاني، الخيارات بيكون في عندك خيارات ثانية، بيكون في عندك خيارات، بيكون عندك ناس داعمين بتستوعب هاي الفكرة، بيكون عندها نظرة لهاي الأغنية فبيساعدوك. أما بالبدايات طبعا كل بداية صعبة، فكانت البدايات شوي مش لإلي أنا كبشار، أكيد لكل الفنانين حتى اللي الآن راح يبدوا بالمجال الفني بالزبط. طبعا البداية صعبة جدا. طيب بالنسبة للبدايات والبداية الصعبة، هل بتعتقد بشار السرحان هلأ في كتير شباب موهوبين بيغنوا على السوشيال ميديا، بتعتقد إنه السوشيال ميديا بتصنع نجوم كحدا هاوي أو موهوب؟ حسب المحتوى، أنت اليوم بتقدم محتوى. يعني أنا ما بدي أحكي لك بالشق المادي، خلينا نحكي بالشق. هلأ في ناس مثلا في ناس نظرتها مادية بتستفيد ماديا، في ناس بتستفيد معنويا، في ناس، ولكن المحتوى المضمون انت شو بتقدم، انت شو ما بتلاقي. هلا الماده ان كنت على السوشيال ميديا ولا من غير سوشيال ميديا، الماده حاصله اذا عندك مضمون. شكرا لك، هاي الكلمه الجوهريه اللي بنحكي فيها، المضمون بالضبط. لانه الماده انت بتلاقيها، بس انت شو المحتوى وشو المضمون اللي انت بتقدمه. اكيد المستمع له دور في المضمون، المستمع المتابع له دور في المضمون نرفعه. أنا من الناس رغم انه نشاطي انا جدا يعني خلينا نحكي قليل على السوشيال ميديا اكيد، بس بتابع حتى المتابعين للناس خلينا نحكي اللي بيحكوا عن حالهم ترند والكلام هذا، بنتقدوا المحتوى والمضمون. صح صحيح. فاذا هذا مش شهره، مش شهره، مش شهره، مش انت كثير حد ناجح. أنا حابة كلامك الجريء اليوم. لا بالعكس هو مش جريء، هو أنا بحكي أنا أنت اليوم تسأليني سؤال فكأني أنا صريح. كأني بتبنى فكرة، فأنا الفكرة لازم أكون مسؤول عنها، كيف أطرحها، كيف ممكن أجاوبك عنها. بالعكس صحيح. في ناس بتقدم محتوى كتير حلو. طب أكتر حدا متابعه أنت على السوشيال ميديا؟ هيك سؤال بعيد شوي. لا أنا بتابع الكل، من رياضة، من فن، من مواضيع اجتماعية، من مواضيع قصص، من مواضيع سياسية، من مواضيع حلو. اجتماعية بالعكس بتابع الكل. في ناس بتتابع وفي ناس ما بتتابع، بس هذا لا يعني برافو. لا يعني انه المضمون والمحتوى اللي عنده هو الترند او هو اللي ضارب او هو اللي خلص. لا لا ابدا 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 لا مستحيل. لا مستحيل هاي طلعت اغنية جديدة. صار لي قلبك بشار، انا بعرف انه هيك في عندك مواعيد انت بعد اللقاء، فما بدي اطول عليك كثير لانه انت اكيد حتكون معنا ان شاء الله. طبعا بتشرف حلقات ثانيه في برنامج سوشو، اكيد ما رح نقطع اليوم هيك الله. كنا بس هيك يعني هاي بشار موجود مع بالعكس الكل. معكم بالعكس. وانا من خلال برنامجكم ومن خلال شركتكم الطيبة ومن خلال منصات اللي اليوم أنا تشرفت أني أكون موجود معاكم، إن شاء الله راح يكون في طرح إن شاء الله لأفكار ولبرامج، وإذا قدرنا نتبناها وإذا قدرنا نشتغل عليها إن شاء الله راح تكون خلال الفترة إن شاء الله القادمة راح تكون خلينا نحكي محتوى طيب هيك بإطار حلو كذا اللي يتقدم للناس بالطريقة الحلوة. ممتاز، يعني هذا إن شاء الله حيكون منفذ قريبا على شبكة منصات إن شاء الله. مع سوشو بإذن رب العالمين. بس وينك؟ ما في تروح غير لما سمعنا الصوت الحلو. والله أنا مش عارف شو بدي أسمعكم، بس سمعنا أي شيء. آخرتها يا قلبا بطلنا لنحبه، هذا مطاي شاي ذنب على جنبه. آخرتها يا قلبا بطلنا لنحبه، هذا هو طلع الشاي
ذنب على جنبه من موفى حبيبه هو موفى طيبه خلى يروح يروح نصيبه يجيبه ولا نقول اللي ما يسوى سيبه منه لا شاول جنبه على جنبه اللي ما بيسمع بشر ما شاء الله الله يحماك الله يحماك. يعني انا حدا من اشد المعجبين باصواتك وكثير عالم. شكرا يا هاجر بالعكس انا تشرفت والله. شكرا وشكرا لكل القائمين واللي اليوم رتبوا كل هاللقاء الحلو والشركه المحترمه اللي اليوم انا بالعكس يعني هذا واجب من بشار اني اكون متواجد معكم بكل المناسبات وكل الفعاليات بالعكس وان شاء الله القادم اجمل ان شاء الله باذن رب العالمين. شكرا. كل الاحترام لك بشار اكيد راح تكون معنا بحلقات جديده ان شاء الله وشكرا وجودك جدا معنا. شكرا. شكرا شكرا. متابعينا الكرام بتمنى يكون لقائنا اليوم الخفيف اللطيف مع الفنان الرائع والمتالق جدا 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 بشار السرحان نال اعجابكم واكيد مواصلين معاكم ومتابعين معاكم بحلقة جديدة من برنامج سوشيال.